يصنع بعض الناس من المولد النبوي مثلا، يقول هذا المولد أمر مطلوب. سبحان الله، من أين لنا، من أين جاءنا هذا المولد النبوي؟ من الدولة الفاطمية الكافرة. هل صنع هذا المولد الصحابة التابعين اتباع التابعين؟ لا والله. طيب نحب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لكن محبة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون؟ تكون على وفق الشريعة، لا على خلاف الشريعة. ثم عيد الميلاد من أين أتى؟ من الكفار. ثم لماذا نحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم يوما واحدا؟ لماذا لا تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تتعلم وتعمل وتدعو في كل يوم؟ لماذا تجعل للنبي صلى الله عليه وسلم يوما واحدا في السنة وتخصص هذا اليوم بأعمال وبدع وخرافات؟ هل هذه محبة؟ لا والله. المحبة الحقيقية تكون بالاتباع لا بالابتداع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.